أهلا وسهلا فيكم جميعا، رجعنا معكم بالحلقة رقم 25 من الوقت فول بلادبورن. معكم جميل، يلا نبدأ الحلقة. هاي بدنا نبلش في الدي ال سي، بس قبل ما نروح على الدي ال سي، في واحدة من لقيت واحدة من الدنجنز مسمينها ومصنفينها فارمينج دنجن. اوكي، ف دنجن هاي بتفوت تاخذ منها 83,000 رون وبتطلع. فاعمل دنجن الكود تبعها CUMMMFPK. استخدم هذا الكود. زي ما قلت لكم، هاي عبارة عن بلود ايكو فارمينج تشالس. اللي راح يصير سيمبل، بكل بساطة انت ما راح تعمل اشي، راح تفوت على الدنجن هاي اللانتر، تيجي هون شوف هناك في واحد قاعد بموت. بموت هذا عبارة عن هنتر، هيك مصممين الدنجن. بس يموت تاخذ 83,000 ايكو سيمبل. بس بترجع بتستخدم اذا بدك، نشوف مرة تانية، تعمل ري اويكن، تستخدم بولد هانتر، وبترجع هون. استنى الزلم يموت، هو هذا فعليا هانتر، وهيك مصمم الدنجن، جست تو فارم ايكوز. فلو بدك تفرم بأسهل طريقة وأسرع طريقة ممكنة، هي الطريقة. كمان 83,000، ذاتس ات، ولا بتعمل اشي. فبس كوني عم بعمل ووك ثرو، عم بحاول اسهل لكم الجيم قدر الامكان، بس قلت اورجيكم هذا المكان. هلا بدنا نروح على الدي ال سي. اوكي، قبل ما نروح على الدي ال سي خلينا نصرف هذول، مو غلط، نرفع البيتاليتي 38. اوكي ممتاز، وخلينا نجيب معي 73 انسايت، هذا الرقم كبير مش غلط. يعني بإمكاني أشتري كمان بلاد روك، بإمكاني أشتري واحدة، بس بدي أجيب فاير بيبر بولد بيبر هيك هيك. إذا احتجت كمان برجع بشتري. anyway، هلا عشان نروح على دي إل سي بدك تروح على كاتيدرال وورد. للي حاضر معاي السيريز هاي من أولها، بعد ما شو اسمه، بعد ما قتلنا واحد من البوسز، بعد ما قتلنا فيكار اميليا، بعد ما قتلنا فيكار اميليا رجعنا احنا على الهانتر دريم، صح؟ كان في لوت جنب الدول. هذا اللوت كان عبارة عن، لو متذكرين اكيد مش هون، اللوت كان عبارة عن اي اوف بلاد درنك هانتر، هاي فهي لما تلوتها هاي هي الاكسس تاعك للام بي سي. الحجية اللي كانت هون تعطينا سيدة ايفز تركت لنا نوت، حتلاقي جثتها هون. اوكي هاي، فبتعطيك اخر حبة سيدة ايفز. هلا عشان تروح على الدي ال سي هاي الامجدالة، فبتيجي هون توقف هون شوي، هون عند الجثة هاي، واستنى. لو معانا هديك الايتم راح يعمل لنا تليبورت، لو ما معك الايتم راح تموت بسبب الفرنزي موست بروبلي. هلا اول ما تفوت راح يكون في عنا انمي، هذا الانمي هو التست تاعك اذا انت كنت جاهز للمنطقه ولا لا. تعال هون، اطلع برا، روح شمال في كولد بلود،
اوكي. هلا احنا طرينا هون على اليمين، بس لما تروح على اليمين اطلع الدرج هون، هون راح يكون في هانتر. اذا الهانتر هاد قتلته بسهوله معناته انت جاهز للدي ال سي، اذروايز روح اعمل فارم. بالضبط انا هيك بدي اعمل له كونكت. شايفين يعني حتى بالون هاند عم ياكل معي ثلاث ضربات. اذا قتلته بالسهوله هاي انساك من اني انا كنت ناسي افك الاوبشن. اذا قتلته بهاي السهوله فانت جاهز بامكانك تكمل الدي ال سي، اذروايز روح اعمل فارم. هاي الاولد هانتر، اول شيء بناخذ اولد هانتر كاب زي ما حكيت لكم، مينيموم يكون ليفل 100 مينيموم. هلا بنطلع هون على اليمين تاخذ ستون شارد، تطلع هون لفوق راح يكون في عندك تو بيست، في هانتر تاني راح ينزل من هنا، فالهانتر راح يقتل البيستين. اوكي تقتله. بعد ما تقتله لما تيجي هون راح يجي كلبين. وينهم؟ في كلاب المفروض يطلعوا هون، بس anyway قبل ما يطلعوا الكلاب تعال هون خذ هذا اللوت بلاد فايل. كلاب بدهم مش يجوا، ارجع برجوع لهذا المكان هون، طلع هون تحت في لوت، فانزل هون خذ هذا اللوت اولد هانتر جلوفز. اوكي بعدين دروب رجعنا محل ما كنا، ارجع اطلع اطلع. اوكي تمام. هلا هون تحت المنطقه زي ما شايفين كلياتها لوت، راح ننزل لها بنشولي. تعال هون خذ هاي بولد بلاد. هاي الكلاب اوكي. اخذنا الفايل الاولد هانتر كلوبز اخذناها. قتلنا الكلاب. اوكي هلا من هون بدنا ننزل ناخذ هذا اللوت، بدنا ننزل نعمل المنطقه اللي تحت. هلا هناك في بيست وفي هانتر، فالهانتر راح يقتل البيست. انزل هون تاخذ توين بلاد شارد، خذ ماد مانز نولج، خليك على الشمال فور ناو. وهون على الاخير في عندك ثلاثه بيست اقتلهم. تاخذ بلود بايل. هلا هذا الهانتر الويبون اللي معاه جدا قوي، وكل الويبونز اللي مع الهانترز ايفينشولي بتاخذهم. في هانتر تاني وراي هون. نقتل هذا عم هذاك يخلص الهوش اللي هو فيها. اول طايل واحد موت. اوكي هلا لم اللوت اللي موجود في الساحه. ادمانز نوليدج، في كمان لوت هون اذا انا مش غلطان، مش هذا
اون اب شي لوت صح ولا بتهيأ لي هيك رجعنا محل ما كنا اوكي هون ما في لوت anyway بعد ما قتلته هذا المكان لا تروحه فور ناو خذ هذا اللوت هلا من هون ارجع اطلع لفوق محل ما كنا فوق عملنا دروب اخذنا النولج وقتلنا الشباب الهنتر قتلناه بعدين نرجع نطلع فوق اوكي هلا من المكان اللي طلعوا فيه الكلاب هو هون على اليمين في هنتر متخبي يعمل لك امبوش فلا تسمحوا له هاي اوكي هيو مات بعد ما قتلنا هذا الزلمة هون تحت في لوت في الكود كل تحت البوابة هاي البوابة عبارة عن شورت كات فعليا هذا المكان اللي قتلنا فيه أول هنتر واخذنا طاقية الأولد هنترز منه اوكي من هون نطلع لفوق راح يكون في قدامنا 2 بيست 3 بيست اوكي بعدين فوز 3 بيست اوكي هذاك اللوت راح ناخده كمان شوي هلا بس تطلع لفوق شايفين في درج وفي فوق راس الكاركتر بالضبط في طابه هاي الطابه راح تولع فاير وتدحرج بنفس الوقت راح يكون في مجموعه من البيس حاول اعمل هيك اوكي خلي الاوجر جاهز بس تطلع هون فوق الباب هذا راح يفتح راح يطلع منه مخلوق اخطبوطي على هذا الزلمة كل ما تقتله راح يعطيك 6 فايلز وقف فراغ ووقف ما ضبط ما ضبط هيك تعمل الضربة هاي بيعصب زي اللي بدخل فرينزي او بيعصب بيردين اوكي anyway هدول راح نلاقي منهم كتير زي ما شايفين كل ما تقتله بيعطيك 6 بلد بايل بتفوت هون هاي الغرفة راح يكون فيها بوس فايت بس البوس فايت مش هلا راح يشتغل انت لما تفوت راح تشوف البوس نايم قاعد بستناك بس فعليا لازم تاخذ ايتم عشان تعمل له تريجر ويبلش يقاتلك فانت تعال لهون تاخذ اي بندن هذا البوس اسمه لورنس ذا فيرست فيكار من اصعب البوسز في الجيم هلا بشكل عام البوسز كلياتها تعون الدي ال سي اللي هم 4 بوسز هم فعليا كثير صعبين مش شوي كثير احنا طرينا بنكمل من هناك بس قبل ما نكمل هناك خلينا ننزل نكمل اللوت اللي تحت تعال هون خد المولوتوف كوكتيل ارجع انزل الدرج تعال هون على اليمين خد هذا اللوت طلع هون تحتك في عندك هنتر فبلونج اتاك اوكي خد هذا اللوت هون تحت في كلب بلونج اوكي هلا هون في 4 بيست وفي هنتر هاي الهنتر هاي الهنتر
اقتلهم اقتلهم. هذا داون شافي، هذا زلمة عصبي. وهلته اعلى من غيره، اقتله بعطيك الجيم، بيعطيك فيرمن. هلا في اربعة هانترز او ثلاثة بيعطوك فيرمنز، هذول بكونوا اصعب من غيرهم. ليش اصعب؟ تخيلوا انه مثلا هذا الهانتر ريد ايز، تخيلوا يعني للي لعب هاي الجيمات بيعرف انه دائما اذا الانمي عنده عيون حمراء هذا الحكي يتضمن انه اصعب، هيلته اعلى ودمجه اعلى. تيجي هون تاخذ بيست كتر واكسل باربوليت. بيست كتر اعتقد هي واحدة من الهانتر تولز اعتقد. هيك بنكون خلصنا المكان، اتاكد من النوت عشان ما اكون نسيت اشي. قتلنا الهانتر، اخذنا البيست كتر والبيرمن منه. اوكي هلا بس ضل في هون حبة لوت عند الباب صح، انا ما اخذتها اللي عبارة عن كويك سيلفر بوليتس. في اللوت اللي فوق ما اخذتوش، اللي انا اخذته هذا به. هذا نفس المكان اللي كنا عنده، اخذنا الكويك سيلفر بوليتس. في لوت هون، في لوتين انا ناسيهم، كوكتيل هون، في لوت هناك فوق انا اروح اجيبه. لو ما عملت دروب عند ال عند الكروز هون كان الهنتر اللي بده يغدرنا، انت بتكمل طريقك منه. بس الفكره كلهم راح يطفطفوا عليك، الكلب راح يهجم عليك، فهذا الابروتش كان امن. اوكي هيك خلصنا هذا المكان. هلا من هون بدنا نروح على جهه اليمين، هون على الشمال هون كان في مولتو كوكتيل، هون راح يكون عندنا بلاد فايل. تمام هلا هون بعد ما تطلع من هون راح يكون في عندك زي تراب، في واحد واقف وجنبه ثلاث رشاشات، وفي اماكن تتخبى فيها عشان ما تاكل دمج، وراح يكون على الارض في زي دعسه. خلص طخطخات على الخبه هون. شايفين الاشي الاسود على الارض هذا عبارة عن لغم، فحاول لا تدعس عليه. ثلاث في هنا كمان لغم انتبهوا، وهذا واقف على كمان واحد، شايفين في عنده واحد لغم. هلا فعليا هذا مش لغم، تدعس عليه بصير يطخ، فهو هذا الاشي. فانتبهوا منهم. هنا ما في لوت. هلا هون راح يكون في عندنا هانتر او ثلاثة بيسك انيميز اعتقد. هذول الانيميز بيرموا قنبلة تفجر بعد فترة من الزمن. هاي الهانتر. ماتوا. تنزل هون في عندك كمان واحد، في هون الو. اوكي هلا من هون بدنا نفوت جوا البيت. لانترن خذ هذا اللود، ديكيد مولوتوف، هذا زي اللي كانوا يرموه علينا. هلا هون بس تنزل تحت في عندك هذا الانمي، تروح في هناك واحد على كرسي، في جنبه هذول البراميل بتفجر. اوكي ف عشان تخفف الانفجار قدر الامكان
هذا بتقتلوش، هذا بس تمشي جنبه بتفجر انتحاري. هذا بتاخذ بوم هامر، هذا الويبون اللي كان موجود مع الهانترز. اوكي هلا في هذا الباب، في باب فوق، في باب من هون. اول شيء بتعمله تعال هون. هلا متذكرين قلت لكم في اربعه هانترز بيعطوك فيرمن، هذا واحد منهم، قتلنا واحد احنا اوريدي. هذا الثاني هذا عباره عن بيست مزعج ودمجه عالي ومستفز زنخ. بس يموت تعطيك فايرنج هامر بادج، هتروح تشتري منها ايتمز. طبعا هاي المكان فيش فيه لوت، مع انه تيجي تطلع هون بتحس هون لازم يكون فيه لوت كتير قوي. شكله ناسين يحطوه. anyway مش موضوعنا. ارجع فوت على الباب، البيت، لا تطلع من هون، اطلع فوق. ليش تطلع فوق؟ لسبب في عندك هذا اللوت. خذ هذا اللوت. هلا هون في نفس البعوضات اللي كانوا موجودين بكين هيرست فيليج. هلا بدنا نعمله، شايفين النفق هذاك بدك تروح عنده، بعدين تركض على اليمين وتضلك للاخر عشان راح تلاقي بون فاير. فور ناو بس اركض. خذ اطلع هون. Code all the way لهون. احكي مع هذا الـ NPC. هذا اسمه نسيت شو اسمه، بس هذا زلمة كويس. هذا كل ما تشوفه يحكي معه، هو كويس. نسيت شو اسمه. تعال هون افتح هذا الباب. وهيك بنكون رجعنا على اللانترن اللي كنا عنده. اوكي طيب كمل وين بعدين؟ حكينا اسمه سايمون، هذا الام بي سي حكينا معه اسمه سايمون. اوكي هلا من هون خلينا نرجع برجوع، امورك كويسه، بدك تروح تصرف الاشياء اللي معك جو اهيد. خلينا نروح نفضي هاي المنطقه عشان المره الجاي نكملها بالعكس. هلا الجسر هاد في عليه ناس معها مسدسات، تراد بالاول في هذول الشباب. حاول لا توقع تحت. اوكي خذ كويك سيلفر بوليتس. تعال بهذا الاتجاه، البعوضة بتستناني. الفرق بينهم وبين اللي كانوا في كين هير انهم بتفوا. وين راح الهنتر؟ هذا اهم واحد. اه
هيو ممتاز. خذ البلاد بايل تعال هاي كولد بلاد. هاي البوابة الثانية تبعت البيت حكيلكم ناس تطلع من هون ده نطلع من فوق هيها هون الهاب غاد غاد دكتور هذا. هيك الانيمز اللي في النهر هون ماتوا اللوت اخذنا. هلا من هون كمل ستريت بدك تفوت جوا بس تفوت جوا راح يكون في هانتر او شيء قبل الهانتر في هذا الاشي كتب راح يكون في هانتر. هذا الهانتر معه رشاش واذا مسكك في الرشاش راحت عليك. طب تيجي هون هاي احسن استراتيجي ضلك تخبى ورا ال بدك بليس عشان تهيل ورا الشجره ورا الحجر هذا الدر بس يموت تاخذ الجن. هذا الجن راح يحرق الامو اللي معك حرق يخلصوا بسرعه. خذ من هون تشنك من هون توين شارد. هلا هون في عنا هذول البيست كلهم كلهم قبل ما تفوت جوا لسبب انه جوا في عنا انمي قديم قتلناه اللي هو في بلود ستار بلود ستار بيست اوكي. وخلي معاك الكوكتيل جاهز البلود كوكتيل واعمل بف من هلا ان شاء الله اوكي. اي هناك هو مش بصعوبة البوس بس واي نوت. اعطيك الجيم ولا هذا المكان هيك خلص توين شارد توين شارد. وهون بناخد امجدالا ارم ويبون فيري 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 جود ويبون ريتش عالي سترينج ويبون فيري جود ويبون. دمجه جدا ممتاز السكيل تاعه جدا ممتاز الريتش قوي سترينج. انا ما راح اقدر العب او استخدمه على البلد اللي انا عامله ما راح يعطيني احسن افكت. فانيوي هلا احنا خلصنا هذا المكان كله هيك من المره الجاي انا راح ارجع على على شو اسمه على اللانترن. المره الجاي احنا طريقنا هناك في ذلك المكان. فا اذا شايف الامور معك تمام جو اهيد اطلع هنا هنا في لوت صحيح. اذا شايف الامور معك تمام روح كمل طريق من هناك اذروايز روح لفل روح ظبط امورك تاخذ الجلوفز. هون سموير في هانتر بكون حاليا مش مبين بس لما نوصل هناك الهانتر راح يجي يهجم عليه. anyway ارجع على الهانتر دريم لفل ضبط امورك شوف شو ناقصك ان شاء الله الحلقه الجاي بنكمل هذا المكان. فلحد هون راح اخلص لحد هون كان معكم الجيمي. لو عجبتكم الحلقه لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي جيم حابين نعمل عليها ووك ثرو اكتبوا لي في الكومنتس بنشوفكم في الحلقه اللي جاي. سلام.